إقحام عدد من الشبان في هذا الموسم. كذلك وقع تغيير طبعا هذا قشير اللي عنده الكرة فيما يخص الوفاق، مليحة توصل إلى زروال، زروال وخطيرة والهدف. نعم لقطة واضحة تمام الوضوح، ما فيها لا كلام ولا حديث ولا جدال. شفنا كيف الوقت اللي كنا نتحدث عن الطريقة نتاع اللعب نتاع وفاق القلب، حارس وفاق القلب في الدقيقة 25 وشاهدنا العدد الكبير نتاع اللاعبين. وهدف من بن ميمون، وكأن الهدف كان منتظر بعد هذا الضغط المركز من فريق مولودية وران على منطقة الحارس. فيما يخص سيمفونية مولودية وران وقائد المركبة وهو الحارس كحيل، حقيقة شيء جميل. مزيان ويسجل، يسجل مزيان بروعة. هدف قليلا ما نشاهد مثله حقيقة. لماذا؟ لأن الزاوية كانت مغلقة. جميلة اللقطة. ذكر أصدقائنا الرياضيين بأن وفاق القلب كان هذه لقطة مليحة. وهدف نعم ثالث. هدف ثالث من مزيان مراد. نعم شفتوا تمريرات باللوم.